محاولة واحمد عبد الرسول المتألق في هذه المباراة هنا علي جمال تسديد الكرة يا المواص المواص هو هداف المحرق هو اللاعب اللي عندما يحصل على الكرة وفي المرمى لا يخطئ المرمى هو القناص هو الهداف يرفع رصيده إلى 3 أهداف محمود المواص هو اللاعب اللي عندما يحصل على الكرة فالأهداف عنوانه شاهد المشخص متقدم للأمام هنا التنفيذ السريع هنا المحاولة تصل للمواص المواص والعرضية هنا خطرة خطرة جول 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 هو سمع الأهداف هو سمع صديق الشباك هو سمع هو سمع نعم بديل شارك كبديل ولكن ميزته التهديفية لم تغيب سجل هدف التقدم جول في الدقيقة 45 اسماعيل يسجل ثاني اهدافه في هذا الموسم والهدف الثاني لذيب المحرق لذيب المحرق نعم اسماعيل شارك كبديل ولكن يبقى هو سمع الاهداف هو سمعة صديق الشباك هو السمعة اللي دائما ما يضع بصمته في مرمى المنافسين شاهد الصناعة من المواس هنا اسماعيل استلام هنا الانتظار بعد ذلك داخل الشباك وصار الى الزملاء فلسطين التحليلي والكلمة الزميل فهد بوشيري فإلى هنا Congratulations for the player. Big congratulations for our fans. They support us when we're losing. They give us power. We don't give up in this moment when we're losing. We still force, then we play football. In the end, that is psychologically very good for us now. When we are 1 point in the front of everybody, we have 1 match less. I think together today, I saw all stadium who was fans for the Muharraq. They breathe together, and that is our force. بسم الله الرحمن الرحيم نهني جماهير المحرق بالفوز على فريق النجمة كانت مباراة صعبة قدم المحرق مباراة جيدة اليوم الوقفة الدوري أثرت على الفريق لكن أهم شيء 3 نقاط وأهم شيء تصدرنا الدوري وإن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله المحرق بيكون على طول متصدر إن شاء الله ونشكر اللاعبين مرة ثانية ونشكر جماهير المحرق اللي وقفت ويانا بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء نقول مبروك الفوز 3 نقاط امام فريق عنيد نفس النجم يعني نقول حق اخوان النجم هارلك تكلمت امس عن الهاجس اللي احنا خايفين منه ولكن اليوم اللاعبين اثبتوا لي انهم رجال قد المسؤوليه كانوا على قد يعني على قدر المسؤوليه طبقوا لي في المدرب وفروا 3 نقاط نقول مبروك ولا زال الطريق يعني في بدايته لا زال الدوري مالته ان شاء الله نتمنى القادم افضل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الفوز اليوم ما قصروا الشباب مباراه صعبه ضد فريق النجمه يمكن عقب توقف الحمد لله كنا طموحنا نحقق نتيجه طيبه الفريقين ادوا مباراه كبيره الشباب ما قصروا كانوا عازمين من بدايه المباراه ان نحقق نتيجه طيبه وان شاء الله نواصل مسيره الانتصارات نتمنى المباريات الجايه جمهور اكثر يحضر ويانا واكثر واكثر لان الفريق قاعد يتطور احسن واحسن ان شاء الله المباريات الجايه يكون افضل وافضل ان شاء الله اول شيء حاب اشكر جمهورنا رقم 1 هم السبب اللي رجعونا في المباراه الحمد لله على الصداره
احنا بنرجع عندنا الامكانيه البدلاء عبد الوسيم مع اضافه لنا ورجع اقول الفوز لي ما تحرك الا الجمهور هم اللي رجعونا في المباراه. مشكور احنا رحيم الحمد لله على الفوز مبروك للامه المحرقاويه الحمد لله انتصار كان صعب مثل ما بتعرف نحن صرنا مضغوطين لحتى نجيب الصداره الحمد لله جبنا الصداره مثل ما تعرف انت المحرق اللي صار بالمركز الاول مستحيل حد يطيحه وباذن الله دعم الجمهور دعم الاداره باذن الله نضل مستمرين الصداره لحتى ناخذ بطوله الدوري باذن الله. الحمد لله رب العالمين مبارك طبعا حق الجماهير لا زرعتنا اليوم او اللي ما قدر يحضر الملعب الحمد لله رب العالمين المباراه كانت وايد مهمه وايد صعبه لولا ما زرعت الجماهير طبعا ومجهود الشباب والجهاز الفني الاداري ما قدرنا نطلع بثلاث مرات لا يعني وايد مهمه كانت الحمد لله رب العالمين على الصداره ان شاء الله القادم افضل. اليوم ألف شكر حق إخواني اللاعبين ما قصروا في مباراة اليوم وأشكر جمهورنا اللي وقف ويانا وساندنا لآخر لحظة. السلام عليكم. Must say thank God, Alhamdulillah, because the game was difficult. The game was more difficult, but we don't lose confidence. We don't lose. We try. We believe in the hand. After we win the game, it was most important. Now we must enjoy. But after 2 days, we have the training back for the training. So we must be focused for the next game. All games for us are most important. So I will say also thank all fans. أحباب قلبي أحباب قلبي جمهور المحرق وينكم أنتوا عن المباريات تعالوا استمتعوا قاعدين في البيوت تتابعون الفريق في البيوت وفي القهاوي وفي الميانس لا يا جماعة الخير جمهور محرق حضوره مهم اليوم لعبنا مباراة حلوة مع فريق النجمة واستمتعنا والكل استمتع فترى قوة المحرق بجماهيره فأنا أتمنى منكم أتمنى تعالوا استمتعوا إن شاء الله بنشتغل الفريق بيشتغل مضبوط والجماهير بيشتغلوا مضبوط الدوري بإذن الله ما نقدم أحد على الله بإذن الله الدوري السنة محرق لكن شرط واحد من بعد الله وجودكم المهم.